إن الكلمة الملكية السامية التي تفضل بها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى الأبناء الطلبة والطالبات، وكذلك ما تضمنته من متابعة لشؤون هؤلاء الأبناء، وكذلك الشكر والتقدير للقائمين على الميدان التربوي للجهود الكبيرة التي بذلت في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مملكة البحرين والعالم أجمع. كان لها دورا كبيرا ومهما استمد منه الجميع كل الثقة والعزم والإصرار على تقديم المزيد من الخدمات التعليمية. ولله الحمد، وزارة التربية والتعليم تعاملت بتعاون الجميع بكل اهتمام مع هذه الظروف والمستجدات. استمر التعليم وقدمت كثير من الخدمات، شكلت فرق عمل، اليوم لتوجد بوابة تعليمية متطورة عليها إثراءات بالألاف وتطبيقات ودروس، سواء من إنتاج المدارس أو من إنتاج قطاعات وزارة التربية والتعليم التي يشرف عليها عدد من الأساتذة والمختصين. ولم يختصر الأمر على ذلك، فإنما أسست بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام قناة فضائية يتم من خلالها بث الكثير من الدروس، إضافة إلى قنوات اليوتيوب حوالي 14 قناة مخصصة إحداها إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة التعليم الفني والمهني وباقي أيضا المراحل التعليمية. هناك جهود كبيرة تبذل، ولله الحمد سوف تستمر مملكة البحرين في تقديم الخدمة التعليمية بكافة السبل، ونتعامل مع إمكانيات وظروف الطلبة بكافة الوسائل حتى تصل إليهم الخدمة التعليمية بمختلف الطرائق.